مسجد الحسن الثاني، المغرب. مسجد الحسن الثاني بناء شاهق وهندسة تدهش الناظرين. إنه مسجد الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء في المغرب، الذي يعد من أكبر المساجد الإسلامية في العالم. هذه المئذنة التي تعانق السماء ترتفع 210 أمتار بعرض يبلغ 10 أمتار، وتعتبر أعلى بناء ديني في العالم. تبلغ مساحة المسجد 9 هكتارات، وبني جزء منه على اليابسة وجزء منه على البحر، وتشكل الأبنية الملحقة بالمسجد مجمعاً ثقافياً متكاملاً. شرع في بناء المسجد سنة 1987، واكتمل بناؤه في 30 من أغسطس عام 1993 في فترة حكم ملك المغرب الراحل الحسن الثاني. تم تصميم المسجد من قبل أفضل المهندسين والحرفيين في البلاد. صممه المهندس المعماري الفرنسي ميشيل بنسو، الذي عاش في المغرب، وقد شارك حوالي 10,000 من الفنانين والحرفيين في بناء وتجميل المسجد. قاعة الصلاة هي الجزء الأكثر إبهاراً، حيث تتسع ل25,000 مصلٍ. أرضية قاعة الصلاة مكيفة وثمة زخارف بمنتهى الدقة. مسجد الحسن الثاني يستمد نبله من مجموعة متلاحقة من الأبنية والمنشآت الإسلامية المجاورة له. هذا الامتزاج الثقافي المعماري هو نتيجة تراكم التجارب عبر العصور، والغرض منه إحياء وتجديد التراث الأندلسي.